لبنان بمعدل وسطي في 1000 خرق جوي فوق الأراضي اللبنانية، وخصوصا من قبل العدو الإسرائيلي، وخصوصا فوق مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. منضيف عليه التشويش اللي هو بتقارير من قبل الاتحاد الأوروبي. اللي هو معني بسلامة الطيران، اللي بيقول انه في تشويش على الاقمار الصناعية اللي هي اساسية بالنسبة للطائرات، بالنسبة للهبوط والاقلاع. انتقلنا اليوم من تلك التقارير والتهديدات الى مقالات إعلامية سخيفة تتناول مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. بناء إذا بدنا نجي نحن نحكي عن 3 أركان أساسية بالمقال، من مصادر بنية، من مصادر تلغراف البريطانية طلعت ببيان اليوم يتناول مطار رفيق الحرير الدولي بيروت حول تهريب الأسلحة والصواريخ وإلى آخره والمتفجرات. أولا من مصادر، أنا بتمنى على التلغراف البريطاني أنه تراجع الديبارتمنت أوف ترانسبورت اللي هي بمثابة وزارة النقل البريطانية، اللي كانت زارت مطار رفيق الحرير الدولي بيروت وعملت زيارة ميدانية ب 22 كانون الثاني 2024، زارت المطار حتى وصلت لسور المطار وكافة مرافق المطار من الشحن وقاعة المسافرين والطوابق السفلية وإلى آخره. فلتكن مصادر التلغراف الديبارتمنت أوف ترانسبورت البريطانية اللي هي المعنية الأساس بمواضيع النقل. لا، لأنه الديبارتمنت أوف ترانسبورت بتزور مطار رفيق الحرير الدولي بيروت بشكل دوري سنوي، لأنه في طيران بيطلع من المطار وإلى مطار رفيق الحرير الدولي بيروت إلى لندن وكافة المدن البريطانية. فلتكن مصادرها مصادر بريطانية رسمية وليست مصادر مش معروف أصلا من هي. الأمر الثاني، العاملين في المطار، بعض العاملين في المطار، إنه والله في صناديق بنشوفها وصناديق ما فينا نفتحها. المعنى الأول ليس العاملين في المطار يفتحوا صناديق ولا يسكروا صناديق، المعنى الأول بفتح كافة الصناديق بالشحن هو الجمارك اللبنانية اللي هي جهاز رسمي بالدولة اللبنانية، هو جهاز أمن المطار اللبناني اللي هو تابع لجيش اللبناني. وبالتالي فلتكن المصادر مش من الموظفين المياومين، تكن المصادر من المرجعيات الأمنية اللبنانية اللي هي تعمل على قدم وساق على أرض المطار لحفاظ أمن المطار وما يعبر بالمطار واللي بيطلع من المطار وبيفوت على المطار. الأمر التالي، استندوا للإياتا اتحاد النقل الجوي أنه نحن ما عنا القدرة بالسيطرة، ما عم نشوف، ما عم نقشع. أوكي، قمنا بالاتصال بالاستاذ كامل اللي هو نائب رئيس الاتحاد النقل الجوي للشرق الأوسط وأفريقيا، كامل العوض، الاستاذ كامل العوض، وتحدثت معه شخصيا وسألته، يعني هذا الموضوع منسوب للاتحاد النقل الجوي. أخبرني بالشكل التالي: معالي الوزير، هذا الخبر عار عن الصحة، ونحن ما عطينا أي بيان أو رسالة أو تحدثنا مع التلغراف، ونحن ننفي نفيا قاطعا ما ورد في مقال التلغراف. منضيف عليه البيان الأول، أنتم حضراتكم كلكم وسائل إعلام، البيان الأول معلش، البيان الأول بالتلغراف بيقول عن الإياتا لكون الإياتا اتحاد النقل الجوي هو أساسي بالمنطقة، بيقول البيان الأول اللي صدر أول مرة: A security source at the International Air Transport Association إياتا، يعني نسب كل ما ورد في المقال إلى الإياتا. بعد مراجعة الإياتا للتلغراف، هلأ إذا بتفتحوا قدامكم، هلأ ما عاد في كلمة إياتا اتحاد النقل، افتحوا قدامكم، افتحوا المقال مباشرة. هل من المعقول جريدة محترمة حالة بتغير خلال ساعة
مصدر معلوماتها اللي هو اتحاد النقل الجوي، اللي هو اتحاد النقل الجوي هو اتحاد رسمي معني دولي معني بكل شركات طيران العالم، بتغير وبتشيل كلمة إياتا وبتحط أي security source at a major an international aviation body. شو هالحكي هي؟ وين مخمين حاله؟ بالتالي نحن هذا البيان أو المقال اللي نزل طبعا أنتم بتقارنون اللي حكيته أنا هلأ بالأول الظهر كان معكم إياتا، اليوم ما عادش موجود الإياتا لأنه تراجعتهم الإياتا مع التليجراف، وبالتالي حذفوا they remove إياتا name، بس بالأخير خلص غلطة الشاطر بألف غلطة، وقعوا بالفخ. نحن تأكيدا على المؤكد نحن مندعي اليوم من المطار كل وسائل الإعلام وكل السفراء دون استثناء أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم بكرة 10:30 صباحا تجمع بصالون الشرف، وحنعمل زيارة ميدانية لمن يرغب على مستوى سفير أو من يمثله إضافة لوسائل الإعلام بكرة 10:30 صباحا على كل مرافق المطار، من الشحن للطوابق السفلية للمدارج، ما عندنا شيء مخبى. هذا الموضوع هو موضوع سيادي بامتياز. مطار رفيق الحرير الدولي بيروت عم يشهد حركة مسافرين، حركة للمغادرين، حركة للقادمين إلى لبنان، وهو المرفق الجوي الأساسي بالبلد. التهديدات قائمة له من زمان، ولكن اليوم للأسف الشديد أنه جريدة بريطانية أن تتناول المطار كما شرحنا من ثلاث مصادر وفندنا من ثلاث مصادر، يعني للأسف هذا الموضوع جدا مؤسف، وتغيير اسم الإياتا بهالطريقة جدا مؤسف، وهذا ينم عن عدم شفافية بالعمل. فنحن بانتظاركم جميعا، وأنا أدعو السفراء بطبيعة الحال، نحن بندعي بطبيعة الحال في المديرية العام للطيران المدني التواصل مع المدير العام لتأكيد الحضور غدا الساعة 10:30 صباحا، نحن مفتوحة الدعوة للجميع دون استثناء، وأهلا وسهلا فيك. يعني معليك لا يغفل أن يوم المطار يتعرض لهجوم إعلامي، لهجوم بالمقالات، وقبلها أيضا عملية التشويش اللي شفناها على مطار بيروت، وبالأمس شفنا الإعلام الأبي عم يركز على بعض الفيديوهات بيقول أنه في عملية هروب من لبنان عن طريق مطار بيروت وغيرها من الفبركات. طيب واضح أن العدو الصهيوني يلجأ إلى هذا الأسلوب الجديد بتعاطي مع مطار بيروت الدولي. غدا ستحمل السفراء رسالة لوضع حد لهذه التهديدات المتكررة. أول شيء نحن بدنا نحمل السفراء إضافة للزيارة، بدنا نحمل السفراء رسالة وطلب لوقف انتهاكات العدو فوق مطار رفيق الحرير الدولي بيروت. وأنا تواصلت مع رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس مئات، نحن في طور إعداد دعوة قضائية تجاه التليجراف، لأنه البيان الذي صدر عن التليجراف هو بيان عم بيشوه سمعة مطار رفيق الحرير الدولي بيروت دون أي مستند قانوني، دون أي حقيقة، مواربة للحقيقة. فنحن أنا هذا الموضوع في نقاش، وبكرة حنعلن عنه في كيفية طرح الدعوة، حتكون دعوة قضائية بالمكان المناسب، بس عم نتشاور مع رئيس الحكومة وين بدنا نتقدم بالدعوة ضد التليجراف، لأنه هذا الموضوع يعني في عن حده. وبرجع بقول لك انا برجع يقال بموضوع التليجراف انه صناديق تصل من طائرات ايرانيه على جمرك على الجمال، وطبعا ليست كمخزن في مطار بيروت بحسب التقرير، انه مطار بيروت ربما لا يخزن الاسلحه ولكن هو الباسبور او جسر لهذه الاسلحه، ووثيق صفا موجود دائما في مطار بيروت على الجمرك. هل هذه النظريه يعني من صدقها او ما من صدقها؟ اول شيء اللي بيقولوا هي ما لا تخزن الاسلحه، اول شيء اللي بيشكك بالجمارك اللبنانيه وبالجيش وجهاز امن المطار والامن العام اللبناني خلص ما بش في بلد. بالتالي المرجع الاساس للسؤال والجواب هي الاجهزه الامنيه العامله في مطار رفيق الحرير الدولي بيروت حول صحه ما تنقلته تلك وسائل الاعلام. هذا الموضوع نحن هذا البلد أهم معيار بالنسبة لنا هو عملية الحفاظ على المرافق البحرية، الموانئ البحرية والمرافق الجوية
لحتى بالاستيراد والتصدير، لأنه بنعتبر الاقتصاد هو عصب الحياة في لبنان. ولكن بيجي بقول أنا بالمقال بتهم الجمارك، شو بعد فيه بالدولة؟ من يمثل الدولة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت؟ الجمارك اللبنانية اللي بنعتز فيهم وبنفتخر فيهم. مين بيمثل الدولة اللبنانية بحماية المطار والكشف على كل الأمور ومراقبة كل الأمور؟ وجهاز أمن المطار اللي هو جيش لبناني. يعني وصلنا نشكك بالجيش اللبناني وبالجمارك اللبنانية ولوين؟ تفضل. هل بتخشوا انه يكون في شيء يتحضر لمطار بيروت؟ يعني بعدك حضرتك عم تقول هيدا حملة وهيدا تهديدات لمطار بيروت، واليوم اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي في حملة يعني موجة كبيرة من الخوف والقلق، والمغتربين اللي بدهم يجوا حتى عم يسألوا في شيء بمطار بيروت؟ بنجي على مطار بيروت، هل حينضرب مطار بيروت؟ أول شيء المطار رفيق الحريري الدولي بيروت على طول كان هدف للعدو الإسرائيلي منذ نشأة ذلك الكيان في فلسطين. هذا الموضوع نحن بالنسبة لنا نضمن سلامة، يعني عم تسأليني سؤال لإلي على اللي بده يعمل حرب، لشان أنا عم بعمل حرب عليهم. يعني حضرتك اليوم عامل مؤتمر صحافي للخبر العالم إنه المطار ممسوك، إزاي هذه الحملة أنتم بتخشوا؟ أكيد يعني اليوم في خشية. أنا عم بعمل مؤتمر صحفي لوضح كل ما كتب في التلغراف غير صحيح بالوقائع والأرقام والمستندات، واللي عم أقوله إنه نحن لا في سلاح لا بيتهرب لا بيوصل ولا بيطلع من مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. لكن أنا بالنسبة لإلي العدو الإسرائيلي هو عدو. طب شو بتقولوا للبنانيين اللي خايفين هلا يجوا؟ بالعكس جايين على بلدهم، جايين على بلدهم. بس هل قد ايه في نسبة خطر إنه هول الأشخاص ينقصفوا، يعني يصير شيء بمطار بيروت؟ قد ايه عندك نسبة خطر إنه تعوا إنه ما يجوا؟ جوابه مش عندي هيدا. طيب معلي بس سؤال، هل من خلال تواصل مع رئيس مئاتي وغدا مع السفراء يمكن أن توصلوا لضمانات دولية لتحييد مطار بيروت عن أي؟ خلينا نشوف. منكرر الدعوة بكرة 10:30 صباحا لوسائل الإعلام وبطبيعة الحال لجميع السفراء أو من يمثلهم في جولة ميدانية على كل مرافق المطار. أكيد. شكرا.